عم تنتشر في الفترة الأخيرة ظاهرة قيام مراهقين بالتنكر للزي مهرج، حمل أداة قتالية، سكين، عصا، فأس، وبث الرعب والخوف في نفوس المواطنين وخاصة الأطفال منهم. وحتى اليوم تم التبليغ عن اعتقال أكثر من 17 قاصرا، والظاهرة آخذة بالانتشار كالنار في الهشيم رغم محاولة الشرطة ووزارة المعارف بنشر التوعية. ومعنا في الاستوديو المهرج الطبي سرحان محميد. أهلا وسهلا بك. أهلين فيك. يعني مش بتخوفش؟ لا، شايفين أنا لابس أواعي كمهرج، بس اسرح فرشين للأطفال كيف بدنا نلبس، يعني شو مهرج طبي أو شو المهرج العادي. شايفين هاي الطاقية أطفال، هاي الطاقية نحطها على راسنا هون، وشايفين هذا الخشم نحطه وين؟ على الأنف. شايفين أنا بخوف؟ لا، بسكر الأواعي هيك. شايفين بخوف يا أطفال؟ شوفوني منيح، كاميرا واحدة تنتين، وأهلا وسهلا فيك سرحان. يعني بالفعل هذه الظاهرة، قيام شبان، قيام فتية، قيام طائشين بالتنكر بلباس أو بقناع مهرج، يثير الخوف والرعب، وخاصة أنه الشرطة تقوم بالفترة الأخيرة يعني باعتقال عدد من هؤلاء. هل بالفعل يعني واجهت أنه من يأتي إلى المستشفى، مستشفى شنايدر، من هؤلاء الأطفال يعانون من الذعر ومن الخوف بسبب الظاهرة؟ إجا كتير من الأطفال عنا على المستشفى الطوارئ في شنايدر، وشفت إنه طفل لما فات على المستشفى خاف الولد، فأنا ما فهمتش ليش خاف، فما قربتش عليه من بعيد، من بعيد شفته خاف، فأوام أمت الخشم وأمت الطاقية وشرحت للأم إنه شافت الولد، شاف امبارح مع أصحابه بالساحة مهرج داير بسكيني، وعشان هيك جابته وصار يبول كل الليل، فجابوه على المستشفى عشان نبلش فيه العلاج مع البسيكولوجي. يعني عمليا في تأثير للظاهرة، تأثير اللي هو على الأطفال، تأثير كتير. الأولاد معهن كل يوم تليفون صغير، عم بيشوفوا على اليوتيوب، بيشوفوا على الفيسبوك، بيشوفوا على يعني أنا بطلب وبترجى الأهالي إنه يوقفوا شوي من التلفونات، إنه ما يشوفوش بالفيسبوك، ما يفوتوش على اليوتيوب، الكبار ما يفرجوش الصغار. ما هو كمان المشكلة الأخو الكبير عمره 18 عم بيشوف الأخو الصغير اللي 5 سنين عم بيشوف شو عم بيشوفوا مع بعض، فعم بيأثر عليه وعم بيخاف. رأيك أمين المسؤول وين دور الأهل؟ الأهل الأم 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 ثم الأم. يعني شو بدي أقول لك، الأهل هن المشكلة. إذا الأم بتشوفش ابنه شو عم بيسوي، وين عم بيروح، وين عم بيجي، فهي المشكلة الكبيرة. يعني يلبس قناع ويأخذ فأس حتى تحطه، يعني تحصل كارثة، يقتل أحد. يعني رح يجي يوم وتشوف أنت يا فرات إنه رح يقتلوا واحد كمهرج، يقتلوه، ساعتها الأم تصحى أو الأبو يصحى أو العائلة تصحى. يعني هاي الظاهرة مش موجودة بس في أعقاب فيلم إت، إنما أيضا موجودة في اليوتيوب منذ سنوات. بلشت في أمريكا، إنه مهرج العادي بقتل بني آدم بالفاس على راسه وبترش الدم، بس طبعا هاي ضحكة. تمثيل. فالتمثيل صاروا خافوا الأهل كتير منن وصاروا يهربوا، وهيك يوم 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 عم بواجهوا. بلشت ببريطانيا المشكلة، إنه صاروا يضربوا المهرجين اللي بيعملوا عياد ميلاد، فهي مشكلة كبيرة يعني مش عارفين نحلها ولليوم ماشي. طبعا الفيلم إيت الأخير اللي كان بأمريكا هذا أثر كتير كتير على الأولاد، انه شوف هاي المشكله. يعني هناك في طلب انه التحدث بقليل، ان توصل رساله باللغه العبريه من قبل اهالي. ما ميسر شتا يخول لافير اللي تصفينو دوفريا صفا عبريت، اني بفكش من كلام بصفا عبريت لكل ايما هون بهورين شي لشقيخ على يلديم لستكل توف ما يلد كل ما شو عصي. اي مو مستكل على اليوتيوب، على فيسبوك، على انستغرام، على تويتر، خبري تتسبوي تام تيو تام بتزبيرو لي مشان يعسيتي أخشاف كبتور لسان سمتي تقف أدوم زمتي كوفا. أنا بسخ كل بنادم روتسي لعزور روتسي لتمخ لو لفخيدو تام لو لفخيد. سرحان رسالتك باقتضاب لو سمحت للأهل، للأطفال، لمن يفكر بأن يضع قناع ويخيف الناس. بطلب من الشباب، يا شباب انتبهوا منيح، ما تحطوش القناع، انتوا عم بتدمروا مش بس الولد، عم بتدمروا عائلات كبيره، ومش رح نعرف نعالج الاطفال، لانه اذا نعالج الطفل بده يقعد مش سنه ولا سنتين، ثلاثه واربع وعشر سنين، وهي رح ياخذها لحدا لكل الحياه. فديروا بالكم يا اطفال من المهرجين، انه المهرج هو مهرج منيح مش مهرج عاطل، فانتوا انتبهوا منيح. نعم. انه سرحان محميد المهرج الطبي، سرحان محميد شكرا لك على هذه المشاركة. أهلا وسهلا فيك. والمهرج بخوفش مش بعبع زي ما بقولوها. شكرا لك.